طبعا للأستاذ رجبرة، واليوم له علاقة باعتصام الأساتذة أمام وزارة التربية. طبعا هذا الخبر يلي عم ياخذ الحيز الأكبر، خصوصا وأنه هلأ عم تجري الامتحانات الرسمية بكل لبنان تحت عنوان اقتحمت رابطة الأساتذة برئاسة حنا غريب مقر وزارة التربية، وصورة كاريكاتورية لوزير التربية الدكتور حسن منيمة وهو يقول شي غريب هيك رابطة صار بدها تصحيح وتربية. طبعا هذا الرسم من وحي الاعتصام اللي حصل امبارح، الاعتصام اللي كانوا قاموا فيه اساتذه التعليم الرسمي لطلب ادراج الدرجات السبع